عايز اسالك يا سراج بقى، وانت هنا كنت يعني مش قريب، انت من ضمن صناع القرار وهي المفاجاه المدويه برحيل فايلر بعد ما كان تم الاعلان عن تجديد التعاقد، لكن الراجل جه قال لك الكورونا والقصه، هو واخد الدوري العام وصل لسيمي فاينال البطوله عنده الوداد، اعلن الرحيل، ثم جاءت المفاجاه بالتعاقد مع بيتسو موسيماني. اكيد في كواليس ممكن احنا ما نعرفهاش او تعرفها. لا وقت فايلر والله بص كنت شويه، طبعا هو كان من المدربين، انا بحترم كل المدربين اللي اشتغلوا مع النادي الاهلي واللي جم واضافوا لتاريخ النادي الاهلي حتى لما توفقش فيهم، لانه يعني كلهم كانوا عندهم من الاخلاص ان هم يحاولوا يجتهدوا ويضيفوا لسجل بطولات النادي الاهلي، فيهم اللي توفق فيهم اللي ما توفقش، فيهم اللي كان القماشه مش ماشيه معاه، فيهم اللي كان فكره مش ماشي مع النادي الاهلي. لكن فايلر طبعا كان من المدربين الناجحين جدا، هو يعني مرة واحدة ممكن يكون حصل بعض الظروف الاجتماعية الأسرية النفسية عنده اللي احنا مش عارفينها ومش فاهمينها، هو معرفش يتأقلم برضه مع الأجواء. هو بعد الموضوع كورونا اتغير، يعني صحيح. ما بقى في تغيير حتى في الطريقة، فايلر قبل الكورونا وفايلر بعد الكورونا. وبرضه خلي بالك احنا مش بنتعامل معاه مباشر، يعني احنا برضه التعامل كله ده نظام النادي الأهلي، وده سر النجاح خلال النادي، كابتن خطيب. مش الناس كلها بقى داخلة بتتكلم معاه، لا هو من خلال الكابتن الخطيب ومن خلال قطاع الكورة، لكن اللي كنا بنلمسه وبنشوفه ان الراجل كان في فترة من الفترات ماشي باستقرار وبانتظام، ومرة واحدة بدأ يبقى يعني موده مش حلو، بدأ يبقى ليه طلبات مش عاجبه الوضع، بدأ فخلاص انت مش هتفرض حد، يعني كل حد يتمنى يشتغل في النادي الأهلي، فمفيش حد هتفرض عليه ان هو يكمل مثلا بأسلوب معين يعني. فكانت التغيير، وكان برضو رؤية كابتن محمود انه فاجئته لما قال لكم موسيماني يعني كان طبعا بالنسبة لنا هو كان من المرشحين، بس يعني كان ممكن يبقى بالنسبة لنا مش هو رقم يعني يعني ممكن كابتن محمود شايف ان هو عنده من الخبرات في افريقيا اللي صحيح. يقدر يستعيد تاني البطولات للنادي الاهلي، وده حصل فعلا، الراجل برضو اضاف يعني طبعًا. انا طبعًا. من نوع انا مش بحبش حد يعني يقول لك لا ده كان يعني يمشي حد مثلا واضاف للنادي الاهلي فاقول لك ده كان مش لا أضاف. كان وحش اضاف طبعا واللي بعديه احسن طبعًا. منه ولا ده ننتقده في بعض المواقف ننتقده، لكن مش اللي هو نقول ده ما طبعًا. كانش بيعرف حاجه وده لا خالص، ده راجل ليه احترامه اضاف للنادي الاهلي، هذا كلام فايلر اضاف للنادي الاهلي، كولر انا بالنسبه لي ده افضل المدربين اللي جم، انا شخصيا ده رايي فيه، يعني انا الراجل ده بحترمه وبقدره جدا، يعني من احسن الناس اللي جت في تاريخ النادي الاهلي. ان شاء الله يكمل ويستمر بالمستوى ده، كله اضاف للنادي يعني. هو بس موسيماني انا مره في حوار معاه فكانت بدات الناس تنتقده بعد خساره الدوري العام، فقال لي وانت الناس بتنتقدني ليه؟ خسرت الدوري العام، وكان بيقول لي انا كان طبعا الاهلي لما بيخسر دوري ده حدث يعني. طبعا. فقلت له الدوري العام، قال لي انا كنت جاي عشان افريقيا، قلت له لا انت جاي عشان الاهلي جاي عشان كل البطولات. صح. ما ينفعش تخسر بطوله، قال لا صح. بس مين اكبر؟ قلت له لا اي بطوله عند النادي الاهلي اكبر، بطوله خدتها خلاص بالنسبه لجمهور النادي الاهلي انتهت. صح. فهو بالحقيقه كان متخيل زي اوروبا كده او زي بعض الفرق، يعني مثلا صن داونز لو خدوا بطوله افريقيا بالنسبه لهم تجوب الدوري في جنوب افريقيا، لكن قلت له لا المنتاليتي عندنا لا مختلفة مختلف. واحنا في وقت الاجيال الذهبية للنادي الاهلي كسبوا كل البطولات ومثلا يخسروا كاس مصر بتلاقي الجمهور مش عاجبه، ده وضع طبيعي يعني.